السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية قناة نون. كيف موعدتكم أنني غنشرح في إعطاء الدروس من خلال السبورة. ارتأيت أنني نبدأ بالدرس ديال لي ماتريس واللي هو ينتمي للجبر لينير، اللي كما كنعرفوا هو جزء مهم جدا من الرياضيات. وهذا الدرس خاصة كيبدا التدريس ديالو انطلاقا من السنة الثانية بكالوريا وكذلك في التعليم العالي. نتمنى ان الدرس ينال الاعجاب ديالكم. الى عندكم شي اقتراحات او ملاحظات مرحبا بها كيف العادة القناة ديالكم، وحطوا جميع الدروس اللي كتهمكم ولا باش ان شاء الله نشتغل عليهم كاملين. الدرس تاع لي ماتريس اي المصفوفات، هي بعدا شنو هي اي ماتريس. اي ماتريس نقدروا نقولوا عليها سي تان طابلو اللي كيتكتب على هاد لا فورم، يعني اونتر بارونتيز، والداخل كنعمروه بدي نومبر ولا دي كوفيسيون. هاد لي نومبر كيكونوا ينتميو لواحد لو كور ك اللي هو اون جينيرال لونسومبل ار ولا لونسومبل سي. وهاد لي ماتريس كيكونوا يتكونوا من دي لين، يعني اسطر ولا صفوف، و دي كولون يعني عميده. باغ اكزومبل هنا عندنا هاد لا ماتريس عندها لا ليني 1 لا ليني نيميرو 1 لا ليني 2 لا ليني 3 وعندها كذلك لا كولون 1 لا كولون 2 لا كولون 3 اي لا كولون 4. هاد لي لين ولي كولون كيكونوا عامرين كيما قلنا بدي كوفيسيون. باغ اكزومبل هنا عندنا لي كوفيسيون 1 1 1 1 2 1 1 3 1 4 ainsi de suite. هنا بالنسبه للتسميه تاع هاد لي كوفيسيون ديما كنحطو لانديس الاول هو لانديس نتاع لا لين اللي كتواجد فيها داك الكوفيسيون، ولانديس الزوج هو لانديس نتاع لا كولون اللي كيتواجد فيها. باغ اكزومبل بالنسبه لهذا A1 1 parce que la ligne اللي كتواجد فيها هي numéro 1 donc غادي نحطو 1 في الاول، و la colonne اللي كتواجد فيها هي C1 donc غادي نحطو 1. الى بغينا par exemple celui هذا كيتواجد في la deuxième ligne donc غادي نحطو A2 و كيتواجد في la troisième colonne donc غادي نحطو A2 3 ainsi de suite. Par exemple, هنا عندنا هاد لا ماتريس اللي فيها، يعني خدينا هنايا ان اكزومبل بلو كونكري، يعني عطينا اعداد اللي كنعرفوهم. هاد لا ماتريس هادي فيها 1 2 دونك 2 لين، وفيها 1 2 3 دونك 3 كولون. هادي سي اون ماتريس ا 2 لين اي ا 3 كولون. اون جينيرال إلا بغينا هاد لا ماتريس ولا اي ماتريس بغينا نرمزولها بشي رمز مختصر، كنستعملو هاد الرمز. يعني لا ماتريس ا كتساوي هاد الرمز، في عوض ما نكتبو هادشي كامل كنكتبو اونتر بارونتيز لي كوفيسيون ا اي جي، يعني هما هاد لي كوفيسيون هادو، بحيث الاي كيكون محصور بين 1 و لو نومبر نتاع لي لين. باغ اكزومبل الا كان عندنا ان لين، هذاك الاي يعني لو كوفيسيون تاع لا لين غادي يكون محصور ما بين لا بروميير لين و لا انيام لين. لا ميم شوز بور لو جي، يعني الكوفيسيون تاع لا كولون ديما غادي يكون محصور ما بين لا بروميير كولون و لا ديرنيير كولون اللي هنايا هي ام. باغ اكزومبل في هاد لو كا هذا غادي نقولو بلي ا اي دو تاي ان ام. هنا كنهضروا على لا طاي ولا لو تيب دو ماتريس اللي هو تو سامبلومون لو نومبر نتاع لي لين بوي لو نومبر نتاع لي كولون. ديما كنبداو بلي لين عاد لي كولون، وكنرمزو في هاد الحاله كنقولوا بلي ا تنتمي لام ان ام. هاد ام ان ام هي لونسومبل دي ماتريس ا ان لين اي ام كولون
اي المجموعه تاع المصفوفات جميع المصفوفات اللي عندهم ان ليني و ام كولون. باغ اكزومبل هنايا هذه غادي نقولوا هاد لا ماتريس هادي فيها 3 تاع ليلين و 4 تاع لي كولون. دونك غادي نقولوا هاد لا ماتريس كتنتمي لمجموعة المصفوفات اللي عندها 3 تاع ليلين و 4 تاع لي كولون. ولا كنقولوا لو تيب نتاع هاد لا ماتريس لو تيب نتاعها هو 3 4 ولا لا طاي نتاعها هي 3 4. باغ اكزومبل هاد لا ماتريس هادي عندها جوج نتاع ليلين و 3 نتاع لي كولون. دونك هادي كتنتمي المجموعة اللي عندهم جوج نتاع ليلين و 3 نتاع لي كولون. ولا كنقولوا لا طاي نتاع هاد لا ماتريس هي جوج 3 ainsi de suite. Remarque, si m est égal à n, يعني إذا كان عندنا العدد نتاع الأعمدة هو نفسه عدد نتاع الصفوف، فهاد الحالة كنقولوا بلي لا ماتريس نتاعنا est une matrice carré. Par exemple, هاد لا ماتريس عندها 2 لين 2 كولون. شحال ما عندها من لين عندها من كولون، يعني c'est une matrice carré. نفس الشيء عندنا 3 تاع لين 3 تاع لي كولون، دونك c'est une matrice carré. هذا الشيء اللي نقدروا نقولوا في التعريف نتاع لا ماتريس. دابا غادي ندوزو باش نشوفوا العمليات اللي نقدروا نديروهم على لي ماتريس. اول اوبيراسيون غادي نتعرفوا عليها هي لا ميتيبليكاسيون دو ماتريس بار ان سكالير. كنعرفوا بلي لو سكالير هو ان نومبر ريال، ولكن هنا غادي نهضروا بلو جينيرالمون بور لاندا، يعني داك لو نومبر اللي غادي نضربوه في لا ماتريس خصو يكون ينتمي لو كور ك، يعني لو كور اللي عرفنا عليه لا ماتريس. باغ اكزومبل الا خدينا لا ماتريس ديالنا ا اي جي كنا نقدروا نوزنها هكا. الا بغينا نضربوها فواحد لاندا اللي كينتمي لو كور ك، غادي نحصلوا على واحد لا ماتريس جديده اللي لي كويفيسيون ديالها هما لاندا مضروبين في دوك لي كويفيسيون اللي كانوا عندنا في لا ماتريس الاول. دونك غادي نحصل على واحد لا ماتريس بي لي لي كوفيسيون تاعها هما لي بي اي جي، لي بي اي جي، بحيث شاك بي اي جي كيساوي لاندا في ا اي جي، يعني كيساوي الكوفيسيون لي كان عندنا ديجا في هاد لا ماتريس مضروب في ديك لاندا، يعني كل كوفيسيون كيساوي الكوفيسيون الاصلي مضروب في لاندا. نعطيو مثال باش نفهمو كتر. مثلا هنا خدينا هاد لا ماتريس يعني ا 3 لين دو كولون، وغادي نضربوها في هاد لاندا، هذا هو لاندا تاعنا. هنايا النتيجه غادي تكون حتى هي اون ماتريس دو تاي دو 3، بحيث ليليمون الاول يعني هذه لا ماتريس بي ليليمون الاول غادي يكون هو بي 1 1 بي 1 1. واش قلنا البي اي جي كيساوي لاندا في ا اي جي، دونك بي 1 1 غادي يساوي لاندا في ا 1 1. A1 هي هادي موانز 1 موانز 1 مضروبة في موان 2 صافي 2. بوغ لو دوزيام كوفيسيون باغي غادي نديرو B1 2 B1 2 كيساوي A1 2 مضروبة في لاندا سيتادير موانز 1 أنسي دو سويت. كنكملو يعني كامل لو كوفيسيون خصهم يتضربو في لاندا. موان 2 فوا 0 سي 0، موان 2 فوا 5 c'est moins 10, moins 6 et 4. Voilà, il y a la matrice interne. Donc, comme on a chaque élément qui est dans le lambda. Ou, quand on a dit que la matrice obtenue qui est dans la même taille que la matrice qui est dans le lambda. Donc, on a dit que la matrice est plus généralement dans le lambda. اللي كينتمي لو كور ك، اي خدينا واحد لا ماتريس ا، واحد لا ماتريس ا اللي كتنتمي لونسومبل دي ماتريس ا ان لين ان كولون. الا خدينا هاد لو كوبل يعني لو برودوي كارتيزيان هادي يعني لاندا من ك و ا من ام ان، ودرنا لا ميتيبليكاسيون تاع هادي باغ هادي
ديما النتيجة غادي تعطينا واحد لاماتريس بي اللي ديك لاماتريس كتنتمي حتى هي حتى هي كتنتمي لنفس المجموعة نتاع لي ماتريس ام لين ان باردون ان لين ام كولون. دونك في هذا لو كا غادي نقولوا بلي لا ميتيبليكاسيون باغ ان سكالير ايت اون لوا لوا دو كومبوزيسيون اكسترن ماشي انترن مي اكسترن حيت في الانترن كيكونوا هادو نفسهم حنا ماشي نفسهم ولكن بقى لنا هذا بقى لنا هو نفسه دونك سي اون لوا دو كومبوزيسيون اكسترن. دابا ندوزو لا دوزيام ثاني اوبيراسيون غادي نشوفو بالنسبه لي ماتريس هي لا سوم دو دو ماتريس اي المجموع نتاع جوج ديال المصفوفات. الا خدينا لا ماتريس الاولى اي جي اللي عندها ان لين و ان كولون وبغينا نزيدوها على واحد لا ماتريس اخرى اللي حتى هي عندها ان لين و ان كولون وهنا ضروري باش نديرو لا سوم تاع دو ماتريس خصو يكونوا دو ميم طاي يعني بجوج بيهم عندهم نفس العدد نتاع لي لين ويكون عندهم نفس العدد نتاع لي كولون. في هذه الحاله غادي يكون لا سوم كتساوي كتعطينا واحد لا ماتريس جديده اللي لي كوفيسيون ديال ديك لا ماتريس هما لا سوم ديال لي كوفيسيون تام ا تام كنجمعوا لي كوفيسيون واحد بواحد باش نحصلوا على ماتريس جديده. وكنلاحظوا بلي ديك لا ماتريس حتى هي غادي تكون دو تاي par exemple on a la matrice de taille 2 3 2 lignes 3 colonnes on a la matrice qui est de lignes 2 colonnes on a la matrice obtenue غادي تكون هي بالنسبه le premier terme غادي يكون هو a11 plus b11 ce qui fait 3. Soit le deuxième terme, c'est 5 moins 1, 5 moins 6 et moins 1. Voilà, donc la matrice obtenue, c'est il y a de taille 2, 3. Et plus généralement, il y a une ajoute sur les matrices A et B. Vous n'avez du coup nous de même taille, donc... M N M croix M N M et là il a donné plus binatum la loi plus on a déterminé la matrice C il est dit que la matrice derrière dit qu'on une matrice de taille N M yani qu'on نفس المجموعة دونك غادي نقولو بلي لا لوا بلوس اي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن اي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن سور لونسومبل دي ماتريس ا ان لين ان كولون ا كوفيسيون دونك ثالث اوبيراسيون غادي نشوفو هي لو برودوي ديال دو ماتريس. الى خدينا هنا لا ماتريس ا اي جي اللي عندها ام لين و ان كولون وبغينا نضربوها في لا ماتريس بي اللي عندها ان لين و اس كولون وهنا الى تري امبورطون ا نوتي ك لو نومبر دو كولون تاع لا بروميير ماتريس ان خصو يكون يساوي هاد الان خصو يكون يساوي لو نومبر دو لين نتاع لا دوزيام ماتريس. الا ما كانش عندنا هاد لا كونديسيون راه ما نقدروش نديرو لو برودوي نتاع هاد لي دو ماتريس خص ضروري هادو يكونوا متساويين. في هاد لو كا لو برودوي كيساوي لنا واحد لا ماتريس لي كوفيسيون تاعها كيساويو لا سوم ديال لي ا اي كا بي كا جي بحيث الاي محصور بين الام بين الا والام هاد الام اللي عندنا هنا والجي محصور بين الا والاس يعني هاد الاس اللي عندنا هنا يعني
grosso modo, on va connaître dans la matrice les le nombre de lignes taha ou n sur le nombre de lignes diadique la matrice loula ou le nombre de colonnes taha ou n sur le nombre de colonnes de la matrice zaouja. Il y a la matrice A fois la matrice B que ça une la matrice C بحيث إلا كانت هاد لا ماتريس A دو تاي M N و لا ماتريس B دو تاي N S بحيث قلنا هنا ال N العدد اللي هنا خصو نفسه يكون هنا عاد نقدروا نديروا لو برودوي فهاد لو كا لو ريزولتا غادي يكون واحد لا ماتريس اللي عندها هاد لا تاي M S يعني دو تيب M S داكشي اللي قرا هنا M S يعني لا ماتريس برودوي عندها لي كوفيسيون سي اي جي بحيث لي لين تاعها تمشيو من ا حتى ل ام و لي كولون تمشيو من ا حتى ل اس باغ اكزومبل الا خدينا هاد لا ماتريس و هنا نضربوها في هاد لا ماتريس اول حاجه كنلاحظوا بلي هادي سي تي ماتريس 3 2 دو تيب 3 2 و هادي سي تي ماتريس دو تيب 2 2 اذا واش تحققنا الشرط نعم تحقق حيت عندنا هنا 2 2 دونك نقدروا نديروا لو برودوي اي فيزابل دون سو كا و لو ريزولتا غادي يكون هو لا ماتريس 3 2 ماتريس دو تيب 3 2 دونك هنا لا ماتريس نتاعنا لو ريزولتا غادي يكون دو تيب 3 لين 2 كولون بحيث شاك كوفيسيون من هاد لي كوفيسيون هادو الا بغينا نحسبوه كنستعملو هاد لا ريغل سي اي جي كتساوي هاد لا سون سي اي جي كتساوي لا سون دي كا الون دو ان جوسكا ان نتاع لي ا اي كا بي كا جي برونو ان اكزومبل بو بيان فوار لي شوز غادي ناخدو مثلا الا بغينا نحسبو هاد لي كوفيسيون سي دو ان سي دو ان إلا طبقنا هاد لا ريغل غادي يساوي لا سوم دي كا الون دو ان جوسكا هنا ديما كنحطو ان يعني هذاك اللي عندنا اون كوما هذا هو الان هذا اللي كيكون اون كوما الان ديالنا في هاد لو كا هو 2 دونك اون فاسيتي جوسكا 2 ا اي كا بي كا جي الا طبقنا الا نشرنا هاد ديفلوبيناها غادي تعطينا غادي نعوضو لي كا من واحد حتى لزوج دونك غادي تعطينا ا اي باردون هنايا الاي تاعنا هنا الاي اللي كيلعب الدور تاع اي هو 2 اللي كيلعب الدور تاع جي هو 1 دونك هنايا غادي نديرو في بلاصه الاي غادي نديرو 2 وفي بلاصه جي غادي نديرو 1 دونك A I K يعني A 2 K والK قلنا غادي يمشي من واحد حتى لجوج دونك A 2 1 فوا B A 1 بلس A 2 2 فوا B 2 1 فوالا دونك هذا هو لو سي اي 1 الا بغينا نحسبو هذا غادي نديرو ا 2 1 غادي نديرو هذا نضرب في بي 1 1 نضرب في هذا زائد ا 2 2 يعني زائد هذا نضرب في بي 2 1 نضرب في هذا يعني باختصار كنديرو هاد لا لين نضربها في هاد لا كولون براتيكمون كي كنديرو في لا براتيك كنشوفو داك الكوفيسيون اللي بغينا نحسبو كنشوفو اينا ليني جاي فيها و اينا كولون باغ اكزومبل هذا جاي في لا دوزيام لين و لا بروميير كولون دونك غادي ناخدو من لا ماتريس الاولى غادي ناخدو لا دوزيام لين و لا ماتريس الزوجة غادي ناخدو لا دوزيام كولون و نضربهم في بعضياتهم نضربو هذا في هذا زائد هذا في هذا باش نلقاو هذا نفس الشيء نديرو بالنسبة لجميع لي كوفيسيون الاخرين غادي ناخدو واحد ليكزومبل نخليو نفس لاطاي تاع تاع لي ماتريس وناخذ واحد ليكزامبل
ناخذ مثلا 2 موانز 1 1 2 هنا الى بغينا مثلا هنا غادي يكون غادي تكون ماتريس 3 2 الى بغينا مثلا نحسبوا هذا انا غادي نخدم معكم هذا جو فو ليس لو سوان دو فير لي زوتر الى بغينا نخدموا ناخذوا هذا نحسبوا هذا كنلاحظوا جاي في لا بروميير لين لا دوزيام كولون دونك هنايا غادي ناخذوا لا بروميير لين وهنا غادي ناخذوا لا دوزيام كولون وغادي نضربوا تاع مع تاع 1 فوا موانز 1 سي موانز 1 بلوس 0 فوا 2 سي موانز 1 دونك هنا غادي تعطينا موانز 1 نفس الشيء غادي نقوموا به باش نحسبوا الاخر ملاحظة مهمة بزاف مارك هذه ملاحظة مهمة أبي أبي ني با توجور إيغال أ كتساوي ناش ب أ ماشي دايما ماشي دايما كتساوي أبي يعني ب أ يعني لو برودوي بالنسبة لي ماتريس إل ني با كوميتاتيف Il arrive même que هادي نقدروا ما نقدروش نحسبوها دي فوا ممكن ما نقدروش نحسبوها par exemple هنايا هادي عندنا دو تيب 3 2 وهادي دو تيب 2 2 2 الا بغينا نقلبوهم الا بغينا نحطو هادي عاد نضربوها في هادي par exemple الا كانت هادي هي او هادي بي وبغينا نحسبو لو برودوي ب فوا ب فوا ا هادي عندنا دو تيب 2 2 وال ا عندنا دو تيب 3 2 هنا كنلاحظو بلي هنا عندنا 2 هنا عندنا 3 دونك لو برودوي هنا ان ني با فيزابل يعني دي فوا يقدر هذا نقدروا نحسبو هذا ما نقدروش اصلا نحسبو وشي مرات واخا نقدروا نحسبوهم بزوج ماشي بالضروره راهم متساويين اخر حاجه غادي نشوفو في هذا الجزء هي سكون ابل لا ترانسبوزي دون ماتريس هنا غادي نعتبروا لا ماتريس ا لي كوفيسيون صحا هما لي ا اي جي عندها ان لي و ام كولون الوغ لا ترانسبوزي تاع ا هي ا تي كنرمزو لها ا تي تي يعني ترانسبوزي هاد لا ترانسبوزي حتى هي عباره على اون ماتريس لي لي كوفيسيون تاعها هما ا جي اي يعني دوك لي كوفيسيون اللي كانوا هنا ولكن غادي ناخذو لي ا جي اي ماشي لي ا اي جي بحيث جي كيبقى محصور بين واحد و ام والاي محصور بين واحد و ان ولكن هنا كنلاحظوا باللي جي ولا فلالين الوغ كو هنايا كان فلا كولون والاي كان فلالين رجع فلا كولون يعني لي كوفيسيون اللي كانوا في لي لين غادي يرجعوا في لي كولون اي انفيرسيون يعني هنا هادي سي تو ماتريس دو تيب ام ان حيت جي دابا هو اللي في لا لين دونك عندها ام لين و ان كولون هادي سي تو ماتريس دو تيب ان ام و لا ترانسبوزي تاعها غادي تكون ماتريس دو تيب ام ان باغ اكزومبل هنا عندنا هاد لا ماتريس ا دو تيب 3, 2, فيها 3 lignes et 2 colonnes. Donc la transpose interha va être de type 2, 3. 2 lignes et 3 colonnes. 2 lignes et 3 colonnes. Et là, il a pris l'élément loué. Va dire qu'on a A, 1, 1. يعني جي غادي تكون أ و الإي غادي تكون أ يعني غادي يبقى نفسو هاد ليليمون أ أ إلا بغينا هنا ليليمون الزوج هاد الزوج راه يعني هو راه عندو في لانديس أن دو دونك إلا طبقنا هادا غادي يولي غادي يكون هو داك الأ دو أن غادي يكون هو هذا أ دو أن نفس الشيء هذه هنا هي ا نورمالمون هنا سي سي بي الا سميناه بي غادي تكون بي 1 3 دونك هي ا 3 1 ا 3 1 سي سيلوي لا
هذه هي B 2 1 donc c'est A 1 2 donc c'est celui-là. هذه c'est B 2 2 donc il a هنا 2 2 غادي تبقى لنا A 2 2 وهذه c'est B 2 3 donc il y a A 3 2 en pratique كنشدو la matrice ديالنا اللي كان لين كنرجعو كولون ولا لي كولون كنرجعو هنا باغ اكزومبل كنشدو هاد لا لين A1 1 A1 2 غادي نرجعوها كولون ها هي عاوتاني نشدو هاد لا لين رجعناها اون كولون ها هي عاوتاني شدينا هاد لا لين رجعناها اون كولون وهكذا كنحصلو على ترونسبوزي